عرض لأهم الأحداث من أقصى شرق المعمورة إلى غربها. نتناول معكم أبرز الأنباء من شمال الكرة الأرضية لأبعد نقطة في الجنوب، لنضع في النهاية العالم بين أيديكم من خلال برنامجكم صباح البلد على شاشة صدى البلد. في البداية العناوين. الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يوما. الرئيس التونسي يتسلم خطة إصلاح منظومة العمل الدبلوماسي. رئيس وزراء لبنان: الدولة في حالة ترهل وقرار حاسم ودقيق في غضون أيام. أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء ويسند الحقيبة لوزير النفط. ليبيا تفتح سفارتها اليوم في دمشق. بلغاريا ترسل تعزيزات أمنية إلى حدودها مع تركيا خشية من تدفق المهاجرين. اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان لتنسحب القوات الأمريكية بموجبه من أفغانستان خلال 14 شهرا. وجبة عشاء لنتنياهو وزوجته ب24,000 دولار. حكم قضائي بريطاني يقوض خطة لتوسعة مطار هيثرو بلندن. ألمانيا: الحزب الحاكم يرجئ قراره بشأن خلافة ميركل ومكاسب لليمين في هامبورغ. فرنسا: الحزب الحاكم يدفع بعشرة من وزرائه لخوض اختبار شعبي في الانتخابات البلدية. رئيس منغوليا يخضع للحجر الصحي بعد عودته من الصين. المصافحة بالقدم في إيران حيلة جديدة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا. أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح البدء في مشاورات لاختيار مرشح بديل عن محمد توفيق علاوي خلال 15 يوما لتشكيل ورئاسة الحكومة. ووجه صالح شكره لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف. وأكد الرئيس العراقي أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، مشددا على ضرورة أن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالقبول سواء على المستوى الشعبي أو النيابي لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين ومؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة. ومن العراق إلى تونس، حيث تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد من وزير الشؤون الخارجية بالحكومة الجديدة نور الدين الري خطة إصلاح منظومة العمل الدبلوماسي. وأفاد وزير الخارجية التونسي عقب استقبال قيس سعيد له في قصر قرطاج بأن هذا الإصلاح سيكون مبنيا على قواعد موضوعية لإعطاء دفعة معنوية لأبناء السلك الدبلوماسي وتشجيعهم على القيام بواجبهم في الدفاع عن مصالح تونس والتعريف بمواقفها وتعزيز علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة. وذكرت الرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم الاستحقاقات الإقليمية والدولية، ومنها بالخصوص الإعداد لمشاركة تونس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا الأربعاء في دورته العادية رقم 153 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.